وللمزيد حول قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي معنا عبر الهاتف الدكتور محمد صالح، نائب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية. دكتور محمد، بداية وبعد التحية، كيف قرأت هذه القرارات وتوقيتها ودلالاتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. والله سيادتك الزيارة في الحقيقة جاية في وقت في غاية الأهمية، جاية لقطاع شمال الصعيد، وطول عمر الصعيد كان مهمش بشكل كبير جدا جدا جدا، جاية في وقت برنامج ويعني مبادرة حياة كريمة بصماتها واضحة جدا في كل ربوع مصر. الكرة اللي زارها فخامة السيادة الرئيس النهاردة معظمها كرة داخلة في مشروع حياة كريمة. حياة كريمة نقل هذه الكرة نقلة مش أقل من 50 أو 100 سنة للمستقبل، من حيث المدارس والطرق والبريد وكل الخدمات اللازمة عشان تكون القارة المصرية على أحدث مستوى من التطوير، فبقى شيء ملموس جدا. اكتملت هذه المشروعات اللي شفنا عينة منها النهاردة في افتتاحات الرئيس بمجموعة من القرارات في الحقيقة بتمس كل مواطن مصري. أجمل ما في هذه القرارات اللي بنتكلم في مضمونها سيادتك إنها متنوعة، بتمس جميع الموظفين، ما بين ناس في الجهاز الإداري الدولة بكل فئاته، ما بين ناس بيستفيدوا من مبادرة حياة كريمة، ناس بيدفعوا ضرائب، ناس مزارعين خاصة بمبادرة البنك التنمية الزراعية والبنك الزراعي. ففي الحقيقة هذه القرارات في مجملها بتؤكد اللي بدأ به سيادة الرئيس من تقريبا 5 سنين، لما بدأ سيادتك، وارجع بالمستمع الكريم لمبادره حياه كريمه في 2018، ظهرت ازاي المبادره اساسا؟ ان كان في نهايه عام وبدايه عام هجري جديد، سياده الرئيس كده كتب تويتر فبيقول لقد وقفت متاملا باحثا فوجدت ان المواطن المصري البسيط هو البطل الحقيقي. سياده الرئيس عنده قناعه فعلا بان المواطن المصري باصراره عزيمته وتحمله هو اللي قدر يساعد في اجتياز الدورة المصرية أزمات صعبة جدا 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 من بعد أحداث 2011، كانت كفيلة بأنها تودي دول أعظم وأعرق من مصر إلى أماكن مختلفة تماما. نعم، ورغم ذلك دكتور محمد، يعني كانت هناك العديد من القرارات للتخفيف عن كاهل المواطن المصري حتى في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، يعني لم تنسى الإدارة السياسية الوقوف بجانب المواطن المصري البسيط من خلال هذه القرارات. والله سيادتك، هو في الحقيقة ده خط وخيط مشترك، وانا بتكلم النهارده كراجل متخصص في علوم الاداره، دي سمه اساسيه تتميز بها الاداره المصريه. ايه هي سيادتك؟ دايما الاداره المصريه عندها براعه وتفوق وتميز بانها بتمشي على مسارات متوازيه في وقت واحد. يعني سيادتك لو رجعنا كده بعد 2011، كان ممكن الانشغال بقضيه الارهاب يعطل الدوله المصريه تماما عن التنميه، لكن سياده الرئيس بقيادته للدوله المصريه قدر يحارب الارهاب وفي نفس الوقت يعمل تنميه وغيره وغيره. ده اللي احنا بنشوفه النهارده في الحقيقه، ان سياده الرئيس بيمشي على التوازي في مجموعه من المسارات. النهارده سيادتك لو بصينا في مجموعه القرارات اللي صدرت النهارده، هنلاقي منها ما يتعلق بغلاء المعيشه، منها ما يتعلق برفع الحد الادنى لمحدود الدخل، وهم دول اللي بنتكلم عنهم سياده الرئيس. وسياده الرئيس لما قال النهارده في نهايه كلمته، ما تنسوش ان انا عشت حياتي كلها انسان زيكم، انسان مصري بسيط، لكن ربنا اراد ان هو يكون قائد او مسؤول عن هذه الدوله. عايز يقول سيادته ان هو مش بعيد عن الناس، هو حاسس بالناس. سيادتك لو رجعنا شويه من 4 سنين وفي بدايه ازمه كورونا، وشفنا ان هي اقتصاديات دول عظمى في اوروبا بتتهاوى وبتقع، الدوله المصريه خصصت واعلنت تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحه كورونا، والمبلغ ده بدا يتعظم بعد كده. في نفس الوقت ماشيين بنتكلم عن تأمين صحي، فأنا عايز أقول لسيادتك إن الدولة المصرية في الحقيقة ماشية على التوازي في التنمية في مساراتها المختلفة، والكلام ده أعتقد محتاج حلقات وحلقات. أكيد لما نتكلم في كل ملف من ملفات الدولة المصرية في نجاحات كبيرة جدا. أرجع لسيادتك تاني، إيه أهمية قرارات النهاردة؟ عزم وأهمية قرارات النهاردة، أنا جاي في توقيت صعب جدا، في الوقت اللي العالم كله بيئن من أزمات اقتصادية طاحنة واقتصاديات عملاقه تتهاوى، لا انا بقول للمواطن، لا انا معاك، انا جنبك، انا حاسس بيك.
سيادتك مجموعة القرارات كلها بتحسن الدخول، بتهون على المواطن البسيط عيشته، بتوسع قاعدة الاستفادة من تكافل وكرامة بخمسة مليون أسرة في وقت واحد، دي نسبة كبيرة جدا جدا جدا. لما أتكلم عن غرامات التأخير الخاصة بالفلاحين اللي واخدين قروض زراعية من بنك التنمية الزراعية والبنك الزراعي، ده بيمس عدد كبير جدا من أهلنا الموجودين في كل ربوع مصر. لما أتكلم عن أصحاب المعاشات اللي هم بيوصلوا حوالي 11 مليون مواطن وادوهم منحة استثنائية في توقيت صعب، ده بيأكد إن الدولة المصرية حريصة ومكملة في إنها تدعم المواطن البسيط. ففي الحقيقة أنا شخصيا يعني تلقيت هذه المجموعة من القرارات بأريحية عظيمة جدا، وواثق تماما إن سيادة الرئيس حاسس بالمواطن المصري البسيط، ومتفائل جدا زي ما سيادته قال في كلمته حقيقي ان ربنا هيكرمنا. هيكرمنا ليه؟ ان هو ربنا يعني بيقف جنب الحق. وسياده الرئيس على فكره في حاجه مهمه جدا جدا اشار ليها النهارده، وانا حقيقي رصدها وتحدثت فيها اكثر من مره، ان هو فعلا في جانب انساني واضح جدا في دفتر السياده الرئيس. لو سيادتك فاكره من حوالي كام سنه كنا في ازمات ومشاكل طاحنه في المنطقه، وسياده الرئيس قال ان احنا بنتعامل بشرف في وقت عز فيه الشرف. عز فيه شرف، نعم، كانت في دوره للامم المتحده. قال احنا مش بنأذي حد، احنا دوله بتبني، دوله بتتغاضى عن التفاهات وعن النواقص وعن وعن وعن، احنا بنتعامل بصبر وطول بال. شفنا استفزازات كثيره جدا جدا جدا، لكن القياده المصريه عارفه هي رايحه فين، عارف ان هو مسؤول عن 105 مليون مواطن و9 مليون ضيوف زي سيادته متفضل بادبه الجم ويعني المهذب بشكل رائع جدا. ده هو معناه بروز الجانب الانساني في اداره السيد الرئيس، كسمه واضحه قوي 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 من سنوات طويله. شكرا جزيلا الدكتور محمد صالح، نائب رئيس اكاديميه السادات للعلوم الاداريه.